اثنين صاحبي حتى حالات من الشرم، يعتبر المركز الوحيد، فبالتالي هيكون في اعداد كبيره من المرضى متوجهه لمستشفى العيون. وفي عامل اخر اللي هو طبعا زياده اسعار العيادات الخاصه، بالاضافه ان المشكله الاقتصاديه اللي صايره وعدم وجود السيوله، فهذا كله خلى معظم الناس الطبقه البسيطه وحتى الطبقه المتوسطه بدات تتجه للمستشفى وتحاول ان هي تلقى العلاج داخل المستشفيات باعتبار ان العلاج مجاني. بالنسبة لي أنا جاي طبعا نعاين على عيني من يوم الخميس، حصلت هيك ضربة جاي نعاين عليها، باقي الأمور تمام، ما في شيء مشكلة يعني من ناحية المصر المستشفى كل شيء تمام صراحة. نخدم بطاقة شبه متكاملة، كل طبيب يعني نشوف في حالات تتراوح من يعني عدد الحالات من 35 وصل ل 50 حالة لكل طبيب واحد. الحالات تختلف، يعني في حالات باردة، يعني الحالات اللي هي إصابة قديمة أو ضعف نظر أو تحسس أو التهابات، وبعدين عندنا حالات تانية اللي هي أكبر منها بشوية اللي هي حالات الكدمات، اللي هي حالات اللي هنا مكانها تختلف الكدمات، مرات كدمة بسيطة، مرات نزف في العين، مرات عمليات يعني طارئة نفتحوها صارت عمليات ونبدو نخدم على طول. إمكانيات زي أي مستشفى في ليبيا، بيعاني من نقص إمكانيات وشح في الموارد طبعا، لكن الحين نحاول نتصرفه، يعني حتى لو ما فيش ميزانية تنزل من الدولة نحاول نتجهوا للجهات الأخرى اللي بارك الله فيهم يساعدوا في المستشفيات زي شركات الاتصالات وفي بعض رجال الأعمال، وفي يعني نلقوا كل مرة في إمكان يساعد المستشفى. الحمد لله لتوا العمل قاعد مستقر، ما وقفناش وما طلبناش من المريض زي ما قلت لك ان هو يجيب معاه لا العدسه ولا الادويه، وكل شيء نوفره فيه احنا الحمد لله.